على عكس توقعات مخابرات أسد وأفرعه الأمنية، تواصل الليرة تحطيم أرقام تاريخية وتصل ل4000 مقابل دولار أمريكي واحد. وباتت مسألة حمل رزم الآلاف في العربات لشراء كيلو بندورة مع كيلو بصل ولتر زيت أمراً واقعاً. أما سعر بيضة الدجاجة فدخلت رسمياً سباق تحليق مع سعر غرام الذهب، حتى أن صفحات تحسب على مخابرات أسد وذبابه الإلكتروني ما عادت تفلح منشوراتها ومداخلات عناصرها من تخوين وتهديد بتهدئة غضب الناقمين. ووصل الأمر لصفحات موالية أن تنشر استغاثات بالأموات عبر صيغة موحدة تطالب حافظ أسد بالنهوض من قبره، واصفينه بأبي الفقراء. هذا الفقير الذي كانت الليرة السورية قبل وصوله تقارب 3 ليرات أمام الدولار في خمسينيات القرن الماضي، حولها بفقره إلى 50 ليرة قبل أن يقلب الحكم الجمهوري إلى وراثي قمعي طائفي. واليوم لم يكتفي وريثه بحرق سوريا وتدمير حواضرها، وبات الدولار الواحد ب4000 ليرة. على أي حال، ما عادت صور حافظ مستساغة بين الموالين أنفسهم. وعدا عن الردود الساخرة، ذهب البعض لتشبيه منشورات نهوض حافظ بعقلية ذاك النحات الذي أمضى وقته بالنقر على حجر مطالباً إياه بالنطق. ولأن النتيجة معروفة ومتشابهة، ربط آخرون تلك المنشورات بحلقة فساد أسد وميليشياته والإصرار على سرقة السوريين عبر إشغالهم بالتجويع تارة ودجل نهوض الموتى تارة أخرى، خصوصاً أن قصة الحصار كمبرراً للنهب والتجويع ما عادت تنطلي على أحد، مع علم الجميع بالجغرافيا السورية وفائض محاصيلها الزراعية من قمح وخضروات وفواكه وغيرها. ومع فشل منشورات إعادة إحياء حافظ، دخلت مخابرات أسد بذبابها الإلكتروني لتهدر مزيداً من وقت وأنفاس السوريين، وهذه المرة بمطالبة بشار ارتداء البدلة العسكرية وضرب الفساد بيد من حديد. في حين ولمعرفة السوريين أن ما يطلق عليها بالحكومات مجرد واجهات لبشار وحيتانه، يتوقع مع انهيار الليرة ل5000 أن تخرج منشورات تطالب ماهر أسد شقيق بشار بخلع البيجامة الرياضية وارتداء البدلة العسكرية لضرب الفساد والفاسدين، أو ربما مطالبة رامي مخلوف بالعودة للساحة وترك خلوته تلك وأحاديث الانبهار والصعق الكهربائي. والكل ينبهر ويتفاجأ وينسحب.